السلام عليكم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة إصلاح مصابيح LED في ثواني معدودة بدون استعمال أي شيء عفوا. إذا أول شيء نشوفوا نجربوا هذا المصباح هل يمشي ولا ما يمشيش. نركبوه في الكهرباء بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. الآن ما يمشيش المصباح الخاص بنا، إذا نحيو هذا المصباح بهذا الشكل ثم بعد ذلك نفكوه بهذا الشكل، نعودوا ونركبوه في الكهرباء. إذا كما راكم تلاحظوا رانا ركبنا هذا المصباح في الكهرباء. إذا الآن نجربوا هذه المصابيح نشوفوا اللد اللي خسر فيهم باش نقدروا نصلحوا هذا المشكل. إذا نبداو منا. إذا هذا المصباح يمشي، هذا المصباح يمشي، هذا يمشي. إذا كما راكم تلاحظوا لقينا المصباح اللي خسر اللي هو هذا. إذا الآن نشوفوا المصباح اللي خسر اللي هو هذا. إذا نعاودوا نحيو المصباح الخاص بنا بهذا الشكل، ثم بعد ذلك ناخذ هذا قلم الرصاص، ثم بعد ذلك اذا هذا هو. اذا واش نديرو بهذا الشكل؟ اذا حنا نكتبو بهذا القلم الرصاص، إذا كما راكم تلاحظوا الآن خلصنا من طريقة التصليح. نشوفوا هل يمشي ولا ما يمشيش. إذا كما راكم تلاحظوا المصباح تاعنا ولا يمشي. كما راكم تلاحظوا